قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أخبرنا سلمة ابن كهيل قال سمعت أبا سلمة ببيتنا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا. طبعا الآن بداية من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ وهذا مر معنا سابقا هذا الحديث، لكن من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. أبو الوليد هشام بن عبد الرحمن الباهلي مولاه، هشام بن عبد الملك الباهلي مولاه الطيلسي البصري ثقة ثبت، مات سنة 27 وله 94 سنة. نعم الطيالسي، أيوة. شعبة بن الحجاج بن الورد السامع، إيش وله؟ وله 27 وله مات سنة. الشباب لا تلخموا، شاب جديد وبتعلم وخليه يغلط، وهنا موجودين خليهن. أنا بالسامع يعني مش تيش أدق له على كل شغلة، الله يجزيك الخير يعني، ما نراعي بعض يعني. أيوة حبيبي أيوة. مات سنة 27 و200 أحسنت أيوة صحيح أيوة. شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو سلطان الواسطي ثم البصري ثقة حافظ متقن، وكان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من اكتشف العراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا مات سنة 60 و100. سلمة بن كهيل الحضرمي أبو يحيى الكوفي ثقة من الرابعة أبا سلمة. نعم ذكر الطبقة لأنه ما ذكر السنة، لا داعي تقول ثقة، من الرابعة مباشرة أحسنت أيوة. أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني عبد الله ثقة مكتب. لا فقط هو معروف بكنيته، أما اسمه في خلاف طويل، إذا فقط أبو سلمة بن عبد الرحمن أيوة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ثقة مكثر مات أيوة. سنة 94 و100. لا شو و100 فقط 94 و100 رجعنا لإيش؟ لطبقة شيوخ البخاري. الآن احنا نتكلم عن التابعين 94 أيوة. أبي هريرة الصحابي الجليل اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال أصحها عبد الرحمن بن صخ، مات سنة 57 وهو ابن 78. نعم عن 78 سنة أحسنت جيد. طيب من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ من يذكر؟ واحد. نعم فيه رواية التابعي عن التابعي، فسلم بن كهيل روى عن عبد الله بن أبي أوفى ودخل على ابن عمر. اثنين في حد غيره؟ حمك الله تفضل. تعال نشوف سلم بن كهيل من وين؟ كوفي. إذا ما بتزبط. هو شوفوا الآن الإسناد، اقرأ لنا الإسناد أيوة، اقرأ الإسناد عبيبي. قال حدثنا أبو الوليد، إذن حيحدثنا واحد أيوة. حدثنا شعبة أيوة. أخبرنا سلمة أخبرنا. قال سمعت ببيتنا يحدث، إذن مسلسل إيش؟ بالسماع والتحديث. هذه لطيفة مهمة، مسلسل بالسماع والتحديث.